يبدو أن سحب الروس قواتهم من خرسون يمثل انعطافا كبيرا بالحرب الدائرة في أوكرانيا، فهناك من وصف الأمر بالانسحاب لحسابات عسكرية بحتة، وهناك تعليقات غربية رأت في الأمر هزيمة لروسيا. ما جرى أن روسيا سحبت قواتها للضفة اليسرى من نهر دنيبرو، خطوة قالت إنها تتوافق مع توجهات الكرملين فيما وصفتها أوكرانيا بأنها مثيرة للقلق. هنا علق مستشار الرئيس زيلينسكي بالقول إن روسيا تريد تحويل خرسون إلى مدينة للموت. الغرب في الجانب الآخر كان أكثر وضوحا، فحلف شمال الأطلسي عد ذلك بمثابة نصر جديد للقوات الأوكرانية، فيما فسر الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب ووضعه تحت عنوان المتاعب الحقيقية التي تواجهها روسيا في أوكرانيا. عودة إلى خرسون، فهي تقع في جنوب أوكرانيا، كانت بين الأراضي التي استولت عليها روسيا مبكرا منذ الحرب التي بدأت في فبراير شباط الماضي. لها أهمية خاصة، فهي البوابة برا إلى شبه جزيرة القرم، وتطل على البحر الأسود ونهر دنيبرو بضفتيه الذي يمتد طوله لأكثر من 2000 كيلومتر. للمزيد أرحب بضيفي من موسكو بسام البني، الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك ينضم إلينا من واشنطن دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية. أهلا بكما أستاذ بسام. سأبدأ معك، تعتقد أنه لم يكن أمام القوات الروسية في خرسون إلا الانسحاب والفرار كما تقول أوكرانيا، أم اللي لدى روسيا تفسيرات مختلفة؟ أسعد الله مساءك أستاذي الفاضل، ومساء الأستاذ محمد، ومساء مشاهدين قناة المملكة الكرام. دعني أقول لك أن سؤالك واضح ومهم للغاية. يعني منذ البارحة والأوساط الروسية تتحدث فعلا، هل هي هزيمة أم هي انسحاب تكتيكي؟ ويذهب الكثيرون للقول أنها هزيمة، والآخرون يقولون أنها انسحاب تكتيكي. أنا أميل إلى أنها انسحاب تكتيكي، لأن القائد سيرجي سيروفكين يعني معروف عنه الجدية في التعامل مع الأحداث، ولم يخسر أي معركة خاضها عبر تاريخه العسكري. هذه نقطة. أما عن سبب الانسحاب فهو علله بأنه يعني إذا ما بقيت القوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، قد تقوم أوكرانيا بنسف الجسر المائي على في منطقة كاخوفسكايا، مما سيؤدي إلى إغراق منطقة خرسون على الضفة اليمنى وعزل الجنود الروس من الخطوط الدفاعية الخلفية والإمدادات. هذا يعني أنه سيخسر قواته وقد يخسر الحرب بسبب ذلك. لذلك أراد أن يخسر الأرض مبدئيا من أجل، لنلاحظ أننا على خط الجبهة هناك عدة جبهات يجب التقدم من خلالها من أجل استعادة الأراضي من أوكرانيا التي تم ضمها بالفعل حسب الدستور الروسي إلى الأراضي الروسية. هذا يعني أننا سنشهد تقدم في منطقة الدونباس، منطقة دانييلسك نصفها لم يحرر أو أكثر حتى الآن حسب الرواية الروسية، أما وزاباروجي ومنطقة خرسون. فلذلك نجد أن هذه القوات سيتم سحبها من هنا والتأمين على خط دفاعي بالجانب اليسار الأيسر لنهر دنيبر، مما يعني أنه لن يكون أي مستقبل لأي هجمات أوكرانية قادمة. كلنا يعلم أن الأوكران قد حشدوا آلاف مؤلفة من الجنود التي تم تدريبهم في الخارج بالقرب من خرسون، وجاهزة كيف لنسف سد كاخوفسكايا. لو
تمت نصف سد كخوف كسكير، والقوات الروسية على الجهة اليمنى لحدثت كارثة للجيش الروسي. هذا يعني أننا أمام انسحاب تكتيكي كما وصفوه فعلا، وسنشهد تقدم في الجبهات الأخرى، وربما تخسر أوكرانيا الحرب بشكل كامل وتستسلم، عندها ستستعيد الأراضي كاملة لروسيا. نعم. طب دكتور محمد شرقاوي في واشنطن، الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن ذلك يعبر عن متاعب حقيقية تواجه القوات الروسية في أوكرانيا. بعيدا عن هذا الوصف المقتطف، هل هناك ربما رؤية تنظر بتحليل أكثر إلى مكاسب القوات الأوكرانية وإلى هذا الانسحاب الروسي؟ ومدى إمكانية في نهاية المطاف أن تتوفر تسوية ما، خاصة أن هناك أنباء تتحدث عن المستشار الأمن الوطني جيك سوليفان لديه اتصالات مع الجانب الروسي؟ أبدأ بالجانب العسكري ثم الجانب الدبلوماسي إذا أسقطنا عليه عبارة دبلوماسي. الجانب العسكري أن هناك تمييز أو هناك فرق واضح بين المرحلة قبل شهرين عندما كان الدعم محدودا، الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، لكن قبل شهرين تغيرت نوعية الأسلحة ولاحظنا أنه انتعش الأمل لدى الأوكرانيين بأنهم يستطيعون أن يقلبوا الطاولة على القوات الروسية. لكن وإن حدث هذا، الآن الانسحاب من خرسون هو بمثابة كر وفر، ويبدو أن الكريملين استقر على سياسة أن نضمن الأقاليم الأربعة ونخضعها للدستور وللأعراف الروسية أكثر من أن نوزع جهدنا العسكري في خرسون والمناطق الأخرى، فبالتالي يبقى الميزان في الميدان متأرجحا مع استراتيجية الاستكان مؤقتا لصالح ضمان هذه الأقاليم الأربعة. على المستوى الدبلوماسي المسألة تختلف، لم تكن هناك اتصالات بين واشنطن والكريملين لفترة، لكن في الأسبوعين الأخيرين انتعش الأمل كلما اقترب موعد مؤتمر بالي، مؤتمر الدول الصناعي 20 في أندونيسيا، وتردد قبل أسبوعين أنه كان من الإمكان لو وجدت الفرصة سانحة لأن إما أن يلتقي الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين، لكن اليوم تبين أن الكريملين يعدل عن فكرة حضور بوتين، فبالتالي سيرجي لافروف سيكون هو رجل الواجهة أو رجل التمثيل الروسي في هذا المؤتمر. لكن يبقى الأمل الآن أنه بعد 8 أشهر من التعطر في الجانبين، تعطر روسي على المستوى العسكري في أوكرانيا، وأيضا التعطر الغربي في إيجاد الاستراتيجية لاحتواء روسيا أو تنييها عن مواصلة ما تقوم به في أوكرانيا. الآن هناك قناعة أكثر من أي وقت سابق بأنه ينبغي تحريك المنصة الدبلوماسية، منصة المساومات والمفاوضات التدريجية، لكن حتى الآن ليس هناك مؤشر حقيقي أن قمة الدول 20 في بالي ستكون هذه هي المنصة المنشودة، ما لم يكن هناك دور للرئيس التركي مثلا أردوغان إذا استطاع أن يبني جسرا مؤقتا بين الكريملين والبيت الأبيض، أو أن نصل إلى مبادرة أوروبية لعل وعسى أن الأوروبيين هم أكثر قدرة على تجسير الهوة أو الفجوة بين الولايات المتحدة وروسيا. لكن ليس من المؤكد أن هناك خطة دبلوماسية أمريكية جاهزة الآن لعرضها على الروس، فبالتالي نحن في المراحل الأولية، لكن على الأقل هناك قنوات تواصل، وهناك سوليفان الآن يتحدث إلى نظيره الروسي، فهذه على الأقل بداية احتواء الأزمة، وأيضا الإقرار بأن المواجهة والتسليح والتصعيد والتصعيد المضاد لم يعودوا يؤتون الأكلهم لا للروس لا لأوكرانيا ولا لدول الغرب. نعم. طب أستاذ بسام، هناك سؤال يطرح عن لماذا تكرر دائما روسيا الحديث على أنها منفتحة مع الحوار مع أوكرانيا، لكنها تعلم في الوقت ذاته موقف كييف، وكان الرئيس زيلنسكي في الآونة الأخيرة أكثر وضوحا في وضع شروط لأي حوار محتمل مع روسيا، وهناك الموقف الغربي الداعم كذلك لأوكرانيا، حتى أن البعض يرى أن إذا كانت روسيا تريد التحدث حول إمكانية وقف الحرب فعليها أن تتحدث أولا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يعني سؤال ممتاز للغاية وأجيبك عليه فورا. يعني هناك روسيا تخاطب في هذا الخطاب ليس أوكرانيا وليس الغرب، بل تخاطب من امتنعوا عن فرض العقوبات على روسيا ومن امتنعوا عن الانضمام إلى المعسكر الغربي، بأنني أنا جاهز للحوار ولكن هم لا يريدون الحوار. على سبيل المثال هذا الحديث موجه إلى الصين والهند والبرازيل وإيران وغيرها من الدول يعني التي تقف إلى جانب الحياد إن صح التعبير بشكل علني وضمنيا تتعاطف مع روسيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى يعني التواصل الأمريكي الروسي واضح للعيان. أخطأ السيد محمد بتحليله بموضوع المفاوضات لأنه ليس هناك الآن أي مفاوضات على الإطلاق. التواصل هو عبارة عن تواصل من أجل موضوعين محددين وهما تبادل السجناء بين أمريكا وروسيا الموجودين لدى روسيا وأمريكا، والموضوع الثاني هو في مجال معاهدة نيو ستارت من أجل التفتيش المشترك على الأسلحة النووية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل روسيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية في روسيا. هذا هو كل ما في الأمر موضوع التواصل. أما عن موضوع أنه بدأ الغرب يشعر أن الحرب لا تأتي أكلها، لا، الغرب ماضي في سبيله ويدعم أوكرانيا بالأسلحة يوميا ويدعم أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية عن طريق الأقمار الصناعية بالوقت الحاضر، يعني بنفس اللحظة لحظة بلحظة، ويدعمها حتى بالمرتزقة الذين يسمونهم مراقبين أو مدربين أو مختصين. هذا يعني أننا نحن أمام مواجهة حقيقية بين الغرب وروسيا على الأراضي الأوكرانية، وأكبر دليل هو سحب قوات الروسية من الضفة اليمنى لخرسون. يعني نعود على ذي بدء أن هناك آلاف مؤلفة قد تم زجهم بمنطقة خرسون ويستعدون للهجوم على القوات الروسية بعد نسف الجسر الذي تحدثنا عنه. هذا يعني أننا ما زلنا في مراحل مبكرة للغاية للحديث عن موضوع المفاوضات. المفاوضات نعم، أي حرب ستنتهي بالمفاوضات، ولكن يبدو أن الغرب أراد الحرب حتى النهاية من أجل إضعاف روسيا كما يقولون ويعترفون بعظمة لسانهم. إضعاف روسيا، هزيمة روسيا، لا يمكن لروسيا أن تنتصر على الأرض الأوكرانية. نصر روسيا على أوكرانيا يعني هزيمة للناتو. كل هذه التصريحات كانت تصريحات غربية، هذا على العلن، يعني لم يعد سرا. لذلك أنا برأيي الشخصي إن لم تقم روسيا بإنجاز انتصارات عسكرية ملموسة على الأرض ستبقى هذه الحرب طاحنة ومستمرة ودموية. أما إذا ما حققت روسيا هذا التقدم العسكري، عندها سيلجأ الغرب إلى روسيا من أجل التفاوض ومن أجل وضع أسس لمرحلة قادمة. وأنا أعتقد أن روسيا لن تتراجع عن أي جزء من الأجزاء التي تم ضمها، وقد قالها المسؤولون الروس مرارا وتكرارا أنه إذا أردنا التفاوض يجب على الغرب وأوكرانيا أن تأخذ بعين الاعتبار الحالة الحديثة التي يعني أصبحت أمر واقع. وحتى أي رئيس روسي سواء بوتين أو غيره لا يستطيع أن يفاوض على مناطق تم ضمها إلى روسيا. هذا يعني أنه يجب تغيير الدستور الروسي وإجراء استفتاء من أجل التفاوض على هذه الأراضي. وخرج علينا زيلينسكي ليطرح شروطه المعروفة ويطلب تعويضات وإلى آخره والخروج من كل الأراضي الروسية. يعني هو يحلم حتى الآن. ولكن إذا ما اتخذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية حصرا ورأت أمريكا أنها هي الخاسرة من هذه الحرب، سوف تعطي أوامرها إلى زيلينسكي. عندها سيتراجع عن كل ما قاله وسيكتب وسيصدر مرسوما يعارض المرسوم الذي أصدره أنه لن يفاوض روسيا طالما بوتين في السلطة. وعندها سنجد أن أوكرانيا قد جزئت إلى أقسام ربما على أشكال برلين الغربية وبرلين الشرقية. إذن زيلينسكي كان قال لن يفاوض الرئيس فلاديمير بوتين طالما بقي في السلطة، يبدو أنه تراجع عن ذلك متحدثا عن الانسحاب الكامل وكما ذكرت أستاذ بسام التعويضات. دكتور محمد، هل تعتقد أن لواشنطن دور في تليين موقف أو التليين من شروط كييف باتجاه التسوية الممكنة مع موسكو؟ استمعت إذا ما قاله الأستاذ بسام، يعني سيكون من سبع الأحلام أن تقوم موسكو بالتفاوض مع روسيا مع كييف أو مع دول غربية وهي تعيد ما ضمته من أراضٍ
وتقوم بتغيير دستورها؟ أولا لا أعلم إن أخطأ الضيف من موسكو الإنصات أم أنه يخطئ التأويل لما قلته عن التواصل. هناك تواصل بين البيت الأبيض بين سوليفان ونظيره الروسي في الكرملين، ولم أتحدث عن مفاوضات جارية الآن، قلت إن هناك إمكانية لاحت في الأفق قبل أسبوعين بأن من المحتمل أن يحدث في بالي ربما لقاء أو على الأقل مساومة عن بعد. لم أتحدث عن مفاوضات بالمعنى المادي أو الفعلي، لكن يبقى الآن السؤال كما تفضلت هو أين واشنطن، أين حكومة بايدن في إدارة هذه المعركة؟ وهنا الفرق بين أن نحلل الصراع وهذه التحركات بين ما هو عسكري وما هو دبلوماسي، وأن أو أن نتبنى خطاب القومية الروسية، هذا موضوع آخر. الآن الولايات المتحدة وكل الأطراف منهمكون نفسانيا وسياسيا في إدارة هذه الحرب، ولسنا أمام مؤشرات معادلة صفرية واضحة بمعنى أن هناك طرف سيربح والطرف الآخر سيتحمل الخسارة، بل كما قلت في عدة مناسبات لأول مرة في القرن 21 نحن في حرب معقدة تقوم على معادلة صفرية مطلقة، الجميع يخسر عسكريا واقتصاديا وسياسيا من الروس إلى الأوكرانيين إلى الأوروبيين إلى الولايات المتحدة. إذن مهما طالت الحرب ومهما تحولت إلى ما نسميه في أدبيات الصراع إلى protracted conflict، إلى صراع ممتد تخف وتيرة القتال فيه أحيانا وتزداد، اليوم نتحدث عن انسحاب روسي من خرسون، هذا من طبيعة هذه الصراعات الممتدة. هناك يعني تصعيد وهناك تخفض تصعيد النسبي، وهناك كر وفر وتحريك الورقات أو الأمور على رقعة الشطرنج. في المحصل النهائي وإن طالت لأشهر لسنوات وإن كبرت الأنف العسكرية في الكرملين أو في كييف أو في واشنطن أو في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، لا شك أن في نهاية المطاف كلما وصلنا إلى ما يسمى بالهيرتين ستيل ميت بمعنى مرحلة الجمود المضر، وربما أمارات هذا الجمود المضر لجميع الأطراف بدأت تلوح في الأفق. هناك الآن مع أزمة طاقة، ارتفاع أسعار، تضخم، ونحن على أسابيع قليلة من فصل الشتاء، وفصل الشتاء لا يرحم الجميع. فبالتالي أرى أنه احتمال أن نجد قرينة عضوية الآن بين طبيعة السياق الحالي، هذا التراجع، التعثر في المعارك الميدانية، واحتمال لأول مرة أن هناك على الأقل بشائر أن هناك خطاب يقبل التفاوض مع الطرف الآخر. قد نجد هذا عند الروس، قالها بوتين في خطابه الأخير، ونجدها أيضا في تصريحات الولايات المتحدة، يعني نجد هناك قناعة. لكن ما نحتاجه الآن هو رافعة لهذه المساومة أو فكرة المهمة، يعني نحتاج إلى طرف ثالث ممن يدفع، وربما قد يكون دور التركي مهما في هذا المجال، ربما قد تأتي مبادرة من الإليزي باعتبار أن إيمانويل ماكرون أكثر الزعماء الأوروبيين انفتاحا على التفاوض، فالمسألة عالقة لكنها غير ملغاة كما كان الأمر قبل أسابيع. أي احتمال الصفقة إذن لن يكون أمر مستحيل. قبل أن أختم دكتور محمد، أود أن أسألك عن انتخابات التجديد النصفي، التغيير المتوقع في تركيبة الكونغرس خاصة في مجلس النواب، سيكون له ربما تأثير سيطرة الجمهوريين على المجلس على حجم الدعم الأمريكي لأوكرانيا. هناك نظريتان أو فلسفتان، الفلسفة الأولى أن وجود أغلبية جمهورية في مجلس النواب سيشكل نوع من المشاكسة السياسية إزاء قرارات البيت الأبيض والحزب الديمقراطي بشأن مستقبل إدارة هذه المعركة. لكن في المقابل هناك أيضا نظرية تقول أنه عندما يكون هناك توازي، هناك حكومة ديمقراطية في البيت الأبيض وهناك أغلبية جمهورية في الكونغرس
خاصة في مجلس النواب، والآن المسألة لا تزال تتأرجح الكفتان بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس. هذا التكافؤ، هذا checks and balances، هذه الضوابط ومقابلات، هذا ما يخرج أفضل ما في السياسة الخارجية الأمريكية. بمعنى هناك جدلية هيجل، هذه الجدلية الهيجلية تعطينا الأطروحة من قبل البيت الأبيض بايدن وبلينكن، وتعطينا النقيض اللي هو من الجمهوريين، فنخرج بخلاصة أفضل. فهذا الآن سوف سيزيد، يعني الانتخابات في الكونغرس ستزيد من حدة النقاش على مستويين. المستوى الأول، هل من مصلحة الولايات المتحدة أن تواصل دعمها العسكري المتنامي إلى الأوكرانيين؟ هل تعول على الورقة العسكرية بمعنى تحريك المتغيرات في الميدان؟ أو كما قال وزير الخارجية بلينكن، ندعم الأوكرانيين لتتقوى يدهم حتى عندما يصلون إلى المفاوضات يكون هم على موقف قوة. النظرة الأخرى، وهنا يتوقف الأمر إلى أي حد يستطيع الجمهوريون فرض إرادتهم في هذه المرحلة، بمعنى العودة إلى النقاش ترامبي، أن علينا أن نهتم بالبيت الداخلي الأمريكي وليس بالانفتاح على الأوكرانيين بهذا الشكل. فالنقاش سيزداد ونرى ما سيحدث بعد أشهر. أنا أشكرك من واشنطن دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية، وأشكر ضيفي من موسكو بسام البني الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكما.